السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم غادي نتكلموا على بوغرة ويتكلم على محرز، ونقول لهم محرز يطمح للعب في برشلونة مستقبلا. انكشف قائد السابق للمنتخب الوطني الجزائري مجيد بوغرة عن طموح اللعاب الدولي الجزائري رياض محرز المتمثل في تقمص الوان برشلونه مستقبلا. خدامه عارف روحو بلي، عارف روحو بلي يروح لبرشلونه يلعب نورمال، الناس اللي تاكل على روحها ماشي بالهضره، ماشي بلاطواته، ماشي يروحوا البلاطوات عند بوحنيكه ويدير لهم اشهارات. يا راكم غالطين، ولا صحافه، ولا يتهلا في صحافي، ولا يتهلا. يا ما كاش هذه، يا هذو يامنوا بالميدان، يامن يقول لك نخدم باش نقعد في القمه. يوم ماشي ساهله، يوم خدمه الناس تخدم، ما يوم اللي تخدم ما ها انت ما تصلي ما والو، باغي تموت، باغي تموت راكع، انت كاع ما تصليش باغي تموت راكع، ولا ها انت كاع ما تخرج من البار باغي تموت في جامع، ولا تقول البار من الصباح حتى الليل، ومن بعد تقول له ميجي تجي تقول له الله يجعل نموت في جامع. يا ودينا على الشيطان، يا صلي وتمنى، صلي واطلب ربي. هاو انت كلمة لا إله إلا الله ما تقولهاش كاع في فمك، كاع ما تجبدهاش. كلمة الحمد لله كاع ما تجبدهاش، وبسم الله كاع ما تجبدهاش، وتجيد من بعد عمر بن الخطاب شخصية. ودينا على الشيطان، هاذي يمشي كيف كيفه، هاذي فاني لازم لك الخدمة صاحبي. وين بوقرة قال لهم ضحكنا عليه كي قالنا برشلونة، شو كيفاش. وأجرى ماجيك حوار مع موقع سبورت، تحدث فيها عن بدايته التدريبية مع الفريق الفجيرة، كما تحدث عن المنتخب الوطني، وين قال لهم الأمنية تاعي باش نخدم، باش ندرب المنتخب الوطني الجزائري، باش أصبح من يوما من الأيام أصبح مدرب للمنتخب. قال لك بصح ماشي ضروري، شو الناس شو آشيو عنده كاف، ما عندوش كاع ديبلوم، راحوا طاوه ليجان تاع ليكيب ناسيونال. هاودي انتظروك صحه، كاع نقولوا بلي غدو ان شاء الله يجي هذا عواشري، ويجي هيا من عند مدرب قاري عنده لي ديبلوم قاري من باريجي عند اش هات يبليسيه، يبليس اونترمو لونترينير، يبليسيك بليزون تيرمو تتبليسا. هاك شو هذا، شو بوقرة قال لك يا ودي هذا مازال لي انا منا مدة 10 سنين باش نولي نقول بلي انا هو المدرب، نجي مدرب تاع منتخب. هاك شو ها عنده بروجي في راسو، يقول لك انايا هذا بوقرة في راسو، كون تبقى تشوف له في راسو تجمع معاه، يقول لك انايا كوب دي موند تاع 2030 انا نكون مدرب ندي الجزائر للكوب دي موند. هاك شو كيفاش، شو الناس كيفاش تخدم. يعني هي يكذب لك فريق ما ينجمش يربح في بلادو، يدير لك هاك او ما يجيبو براني. اودي اخدم، ما انت عندك دو ماتش، حنا لك اشيو ما عرفناه لا مسير لا مدرب لا محلل لا منشط لا ضحايكي لا ما فهمناش روحو اليوم الا هو مدرب ولا محلل ولا في الاداره ولا ما فهمناش. عيطت له الاداره تاع الياس ما راح يجري، عيطوا له مدرب تاع ليجير في ليكيب ناسيونال راح يجري، عيطوا له محلل عاود ولا يجري. اروح انت وسهم. وين قال لهم على محرز، قال لهم عندما اتى للمنتخب كان لعاب في نادي لايستر سيتي، وقال لنا على وجبة الغذاء، كنا على وجبة الغذاء، أنه يريد الانتقال للعب في نادي برشلونة يوما ما، فقلنا له العب أولا هنا ومن ثم سنتحدث عن برشلونة، لكنه الآن أصبح يلعب في واحد من أفضل الأندية العالمية، وأنا أتمنى له ذلك أن يذهب إلى برشلونة. شو اللعب لأنه كي يجي يهدر مع ما نقولوش بالشيخ، راه كبير والله لا بزاف، انا واحد
والله العظيم لا اشي ولا هذا يدلو كيما هكا. لا بارسا، لا يرد له بارسا، يرد له البارسا محيط الهادي باش يقطع عاون. تحسب باللي راه يهدر له على محيط الهادي باللي محرز باي يقطع، قال لهم باي نقطع المحيط الهادي عاون. هاك تشوف كيفاش ناس غير بشويه درجه. كان في لايستر سيتي كان متمني يروح للبارسا، مكاش راح نادي كبير مانشستر، مانشستر سيتي فانيك مود فانيك نادي، راه نادي كبير سي محمد. كلهم غالطين، راه نادي كبير سي محمد. تجي تقول لي مانشستر سيتي نقول لك نادي كبير، فريق كبير سبحان الله، فريق كبير، ما عندك وين تهرب. هذه حقيقة نهضروا فيها ماشي كذب، ماناش نكذبوا. يلعب في نادي كبير خاطش عليه. كان في لايستر سيتي حنا شنا لهنا في قناة الهداف ولا في الهداف في النهار ولا مين يقولوا له، يقولوا بلي محرز قال بيروح مانشستر سيتي يا دراكم بغاو يجيبوك وجابوه يا ودي، جابوه راه يلعب وراه هو الرسمي تاعهم. جابوه راه يلعب وراه هو الرسمي تاعهم وراهم تاكلين عليه وكلش. شوف غير سمحوا لنا، تفكرت هذا كنت كاتبها هي لا في طوم، ما ننساهاش. واحد كومونتير قال لي نتايا جاهل، قال لي مكاش راك قناة يقولوا لها راك تروى، قال لي كاين راك ان يا ودي، كاين راك ان راك دو راك تروى. اي تبغوا تكذبوا شو بيرو سايك، اي تبغوا تكذبوا شو بيرو سايك. روح انت حوس، انت جاهل، انت روح حوس، ما تحوس عني انايا. حنا عندنا واحد المواقع انتوما بالك انت ما تعرفهمش، مواقع نتبعوهم اخبار وكلش انت ما تعرفهمش، والله ما تسمع بهم. كاين صحفيين وراهم يشوفوا فيا، كاين واحد الصحفيين حبابنا عطيناهم واحد المواقع، رسلنا لهم مواقع ما امنوش. هاك هاك المواقع حالك لا بدير بهم حصص، غير شكر محرز وشكر لعابه محلي لعابه محترفين يشكرهم. هاك هاد المواقع حالك ومحترفين الحمد لله يا ربي. تجي انت تبان لك كيما هاكا تحكم عليا بفيزاج تاعي ولا في وجهي ولا تحكم عليا، بصح مشاك عارفني انا كي، مشاك عارف انا كي، ما تعرفش تحكم على واحد يمر الميكرو ولا عمرك لا تحقر بندم، عمرك لا تستهزأ إنسان. هذه نقولها لك. المهم راك تشوف كيفاش بوقرة كيفاش هدر على محرز، هدر عليه قال لك مي قالنا برشلون ضحكنا. ما أمكن ما أمنوش تلعب برشا، أنا عشيت برشا أنت تلعب فيها، وأصحابه ما متمني له يروح للرياض، يتمني له إن شاء الله بربي. بصح شوف كيفاش هذه دومي هذه بالك دومي 14 كان يلعب دومي 14 دومي 16، هاك تشوف كيفاش وين أصبح رياض محرز مطالب من عدة أندية كبيرة متمنيين له، متمنيين رياض محرز يكون عندهم، متمنيين رياض محرز يكون عندهم سي محمد. ما يزهق هذا يخدم، هذا انسان خدام وراه راه عند مدرب كبير وراه يتعلم من عنده، شو يتعلم التدريب، راه يلعب ويتعلم في التدريب. راك تشوف كيفاش دي راه داي بزاف صوالح على بالك. غادي هذو لازم هذو اللعاب هذو غادي نستفادوا منهم، يحبسوا نستفادوا منهم، غادي يحبسوا نستفادوا منهم هذو اللعاب. ما يزهق على بالك، لعبوا نيفو عالي توب نيفو، بالك لعاب كيجي يلعب عنده غدوة إن شاء الله يكون مدرب، يجي عنده يحترمه، يحترم يحترم كيما يقول لك البروفيل تاعو، يحترمه يحترم السي في تاعو يحترمه. شوف كيفاش لعاب لعاب كبير رياض محرز، راه وين راه بوقرا ومعترف بها سي محمد.
بقرة ما تربي، جواردولا ما تربي، كيسموه طوني كروس خايف منه، الريال خايفة منه، زيدان خايف منه، كاع الناس خايفة منه، كاع الناس راهم يديروا بحسابات أصاحبي، نتمناو له يروح إن شاء الله بربي.